نسمع من الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر. اهلا وسهلا دكتور زاهر. اهلا وسهلا بخير، اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، احييكم على الجهد الكبير اللي بذلتوه. الف شكر يا فندم، الف شكر. وارجو انك تجمل لي ملاحظات الحملة والدكتور المهندس حازم عمر فيما دار على مدار 3 ايام. هو الحقيقة الحملة يعني كانت بتتابع العملية الانتخابية، عملية التصويت النهائية من خلال غرفة عمليات مركزية كانت فيها 50 فرد و26. ممكن تعالوا الصوت شوية يا جماعة، أنا آسف جدا، اتفضل. من غرفة عمليات مركزية كان قوتها حوالي 50 فرد غير 26 غرفة عمليات في 26 محافظة، كل واحدة فيها 25 فرد، علاوة على 10,000 فرد في العمل الميداني في المنتشرين في اللجان، وكان في اتصال ما بين كل المراكز بتقنية الفيديو كونفرنس، نقل على مدار الساعة لحظة بلحظة كل الأحداث. والحقيقة الملاحظات اللي كانت على الثلاث أيام، إن أولا كان في انتظام في سر العملية الانتخابية، سواء في فتح ميعاد فتح اللجان أو ميعاد غلقها، إلا بعض الملاحظات البسيطة التي لا تؤثر على سير العملية الانتخابية. لم تتلقى الحملة أي خروقات أو أي شكاوى بمنع في التصويت أو التأثير على سير العملية أو توجيه الناخبين. كان في رصد برضو لبعض الحاجات الفردية للمواطنين التي لا تؤثر على سير العملية الانتخابية، والتي لا يمكن اعتبارها خروقات من أي من الحملات. نسبة التصويت كانت عالية، وهي كانت باينة من اليوم الأول، لكن المفاجأة أنها استمرت لحد اليوم الثالث بنفس المنوال. وفي اليوم الثالث بالذات كمان كان النسبة الأكبر اللي لوحظت كانت للشباب، وده كان مؤشر طيب جدا ومفرح. وأعتقد أن النسبة اللي هتخرج بها الانتخابات في نسبة الحضور هي غير مسبوقة في الانتخابات قبل كده يعني، وإن شاء الله يكون كل الخير اللي جاي إن شاء الله. استفدتوا إيه من دخولكم هذه المعركة الصعبة؟ لا، هو إحنا يعني كحزب، يعني الحزب كان مقرر من 10 سنين إن هيدخل انتخابات الرئاسية في خلال 10 سنين. نعم. وكنا مستعدين لهذا الوضع جيد جدا. استعدينا بتدريب الناس بتاعتنا على إدارة الحملات الانتخابية، استعدينا تنظيميا، ساعدنا على مستوى الإعداد بالخبراء وللملفات اللي تم إعدادها عشان يكون البرنامج اللي هنعرضه على المواطنين. وأثناء إدارة العملية لا، الناس اكتسبت خبرات جيدة جدا، خبرات تنظيمية، خبرات التعامل مع المواطنين، خبرات إدارة حملة بحجم الانتخابات الرئاسية التي تختلف كليا عن الانتخابات البرلمانية اللي نطاقها جغرافي قليل، إن يبقى فيه سيطرة على عناصر في 26 محافظة يشتغلوا بتون واحد وبطريقة واحدة، ويبقى فيه فلول المعلومات. الحزب نجح إن هو يعني هو اللي يجيب عدد توكيلات رغم إن ما كناش محتاجينها من المواطنين، كان هو والمرشح الرئاسي سيد عبد الفتاح السيسي. كل دي كانت خبرات سيبنى عليها مستقبلا إن شاء الله في الاستحقاقات اللي جاية وفي تطوير الحزب للأمام دايما. دكتور زاهر، هل جالكم أي إحساس أن المهندس حازم عمر فعلا قادر على المنافسة في انتخابات صعبة زي دي في مواجهة مرشح رئيسي زي السيد عبد الفتاح السيسي؟ من يدخل انتخابات الرئاسية المفترض ان هو يكون قادر اولا انه يتصدى للتحديات اللي بتواجهها الدولة، ثانيا انه يكون قادر على المنافسة. فكنا نرى في الحزب وفي مرشحنا انه قادر على المنافسة. النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى وقرار للناخبين في الصندوق، لكن نعم. اللي علينا ان احنا بنقدم رؤية توضح المسارات اللي بنقترحها شكلها ايه، ايه الحاجات اللي احنا هنستمر عليها، ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نغيرها ونعرضها على المواطنين، والنجاح اللي توصل فكرتنا لأكبر عدد، لكل الناخبين مش أكبر عدد كمان ولا حاجة، سواء ثم بقى هم قبلوها أو لم يقبلوها ده موضوع تاني خالص. نعم. فهو النجاح الحقيقي هو الأداء في الانتخابات، أما النتيجة فهي قرار ناخبين ونحترمه جميعا ونقدره. كحملة بيبقى عندكم ناس في كل اللجان، انت عندكم مندوبين طبعا موجودين في كثير من اللجان، هل يا ترى يمكن توقع مركز المهندس حازم هيبقى فين؟
والله بص، ده من اول يوم بنقول احنا يعني احنا متوقعين على فكره يعني، وتوقعاتنا لحد دلوقتي في حاجات كتير لم تخيب، لكن فكره توقع النتيجه احنا بنعمل بجديه بس. لكن يعني فكره ان اقول ان انا هبقى في المركز الفلاني ده انا هكسب، ده هبقى المركز الثاني، لا لا، دي يعني احنا نترك هذا لقرار الناخبين اللي احنا هنحترمه جميعا يعني. نعم. لكن يعني لكن احنا متوقعين طبعا، احنا متوقعين ان شاء الله يعني ان هتبقى النتيجه جيده باذن الله يعني. باذن الله ربنا يوفقكم، وننتظر مرشحكم في الانتخابات القادمه ان شاء الله. ان شاء باذن الله. الله. دكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حمله المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي في انتخابات 2024.